خمسة بلاد ماشي للي اليوم قلنا سيس ريال مدريد 9-1 اليوم الريال سيس 1 بلاش لا تعرف لعبنا مباراة قبل يومين أثرت شوية على الأجواء على مستوى النتيجة ثم الأراق عندنا مباراة أخرى يومين هذا يفرض علينا باش نتصرفوا في مباراة اليوم على مستوى الرصيد البشري ثم بعض الإصابات تاع لاعبين اللي ما حبيناش نجازفوا بهم كل هذا يعطينا معناها الفرصة باش نتصرفوا في المباراة ونقصوا المجهود نتاع اللاعبين رغم التوصيات ورغم الإلحاح عنا لازم نأديو ونأكدوا مستوى المباراة الذهاب نتعرف اللاعبين يفكروا في المباراة القادمة ويعرفوا لأمر ترشح محسوم أهم شيء أنه مرة أخرى النادي الصفاقسي يحقق المهمة والترشح للدور القادم وإن شاء الله معناها هذا يعطي نفس معنوي أكثر للمجموعة باللي حاولت تدورت المعقل الإفكتيف يظل رصيد البشر اليوم اللي كان موجود ما كانش كافي وما خلاكش تتجنب 3 إصابات من الإصابة يبدو أنها اختيارك والله هذه معناها داخلة في كرة القدم مرة أخرى معنا نفقد لاعب وشفتوا كملنا المباراة بثمانية لاعبين بعد خروج زاد مجاني للاعب حسام الواتي معنا الكرت الأصفر الثاني اللي كلفوا ورقة حمراء مجانية الإصابة إن شاء الله ما تكون شخطيرة رغم اللي احنا في البداية خلينا لاعبين مصابين على دكة الاحتياط ما حبيناش نلعبوه كل هذا معناها باش نحافظوا على الرصيد لكن زاد القائمة الإفريقية محدودة لأنه بعد إصابة تخنيسي وبعد إصابة منصر وكذلك إصابة إدريسا وعدم تأهل البحري تحد شوية من الاختيارات لكن أهم شيء نادي الصفاقسي قطع ورقة الترشح وإن شاء الله أنا من هنا للدور القادم يكون في الجاهزية التامة بالنسبة كبيرة آخر مباراة ليك مع اليوم مع نادي الصفاقسي شنو تقول جمهور نادي الصفاقسي في رسالة الختام؟ نتمنى أن نادي الصفاقسي يتوفق باش يلقى المدرب في الوقت المناسب بالنسبة لي أنا هذا الاتفاق كان مسبق أني نسلم المشعل وإن شاء الله أهم حاجة نادي الصفاقسي يلقى التوازن متاعه بالنسبة لنادي الصفاقسي أكيد أنه النداء اللي نوجهه للجمهور أنه يقعد وراء الفريق يدعم الفريق متاعه نادي الصفاقسي يبقى ديما فريق كبير بجمهوره بالتفاف الجميع حوله وإن شاء الله معناها نادي الصفاقسي في المرحلة القادمة يكون أحسن ويكون على منصة التتويج تحدث الغازي الغريب أنا موجود حاليا منتظر في هذه المباراة هذا اللي كي جيت لاحظ معنا تلقى الكيب هذه بريس من أول مرة تلعب مع بعضها أنا برشا جوارات معنا مضربين جوارات اللي كانوا معنا اللي كما نقولوا ما عاملين عليهم يظل اليوم اللي الأولاد اللي هبطوا عملنا علينا هو يظل أساس معنا حشت بالانتصار أكثر من الأداء مش نرجع الثقة معنا روحنا هو يظل ما نتصورش واحد بخل اللي حب معنا ما يعطيش البلوس هو انتصار تاو بلوس معنا ما تنساش النتيجة اللي ربحنا غادي معنا خلتنا مرتاحين أكثر معنا ما لوجناش على اللعب فإن شاء الله جاي خير إن شاء الله يا حسام ممكن مش تكون دي اخر مباراه للمدرب غازي الغريري ايش نجم تقول للمدرب لا خدمنا معه يعني خدمه بس غازي صحيح ممكن مش يخرج احنا اللي نعرفه اللي هو مازال معنا حتى كان خرج نتمنى له كل خير اللي عمل معنا كان باهي وان شاء الله نتمنى له كل خير ما نتمناش نتصورش واحد معنا في الليكيب هذا ما يتمنى لهش الخير سي غازي نشكروا على اللي عملوا معنا فان شاء الله هيك الكوره معنا ديما الانترنير هو اللي على راسه فان شاء الله القادم خير ان شاء الله سلام ميرسي حمزه لقاء بصراحه دخلتوا فيه يعتبر شكل معناتها نتيجه الذهاب خليتكم تدخلوا اليوم بلقاء وفاء انا زيرو صحيح لكن في المقابل نادي الصفاقسي خسر زوج ملاعبين اليوم ياسين مليح بعد الإصابة بعد ما اللاعب محمد علي منصر كذلك واليوم جانا كذلك ورقة حمراء للاعب حسام الواتي صحيح ترشحنا مني خسرنا ضربة أخرى مع مرياح مع دالي تقوية شوية ما إن شاء الله ما نكونش قراب برشا البليس نتاعو إن شاء الله اللي موجودين نجموا يلعبوا نجموا يعوضوا اللي ضربوا معناتها قام ماتش دالي هو اللي خلينا نلعب أكثر مرتاحين اليوم هذا بريس ما ترى مترشحين من اللي
وكا ما عملنا الأهم حاجة إن ترشحنا وكا الأهم حاجة عملناها إن ترشحنا بسنت وكا. بيه همزة اليوم تعرف شكون منافس النادي الصفاقسي في الدورة القادمة؟ كيبال جريون. ولا معناتها كنتوا باش تعملوا سفرة أخرى طويلة يظل لي ساعة غير بعض فول سبيسيال نروحوا ساعة غير بعض تكونوا غد. إي أون بلوس معناتها الجو خير ومعناتها جماعي معناتها نولوا نعرفوه خير معناتها نجم نتفرجوا فيها أكثر ونعرفوه أكثر. أون بلوس معناتها ما رحلة ما تعبناش كيما رحلة التوكو. ما تعرف انه النادي الصفاقسي قدم على ماراثون كبير نتاع مباريات مع ضربة واحد وربع واحد الامتداد شهر كامل حاضرين انتم كم لاعبية للماراثون هذا؟ حاضرين حاضرين يلزمنا نكونوا حاضرين مش معنا حتى احد في بيدنا يلزمنا نكونوا حاضرين كل ماتش نعطوها فهم وربي معنا.